بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في اولى حلقات برنامج سياده النائب. كنا طبعا احنا اتعودنا دايما على برنامج اخبار بلدنا، وفي الفتره الاخيره مع الحراك السياسي اللي شغال في الشارع حاليا وفي جمهوريه مصر العربيه وهو برلمان مصر 2020، كان واجب علينا التنويه وكان واجب علينا التوضيح لاهالينا وأحبتنا في اختيار المرشح المتميز، اختيار المرشح الأصلح والأفضل اللي يكون جدير بثقة الأهالي ويكون جدير بثقة أهله وأهل دايرته. فكان لزاما علينا كما عودناكم أن نوضح صفات المرشح وبرنامجه الانتخابي وآليات دعم البرنامج الانتخابي وكيفية تطبيق برنامجه الانتخابي على الأرض. طبعا في ظل التوجيهات السياسية والقيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشر المناخ الديمقراطي في جمهورية مصر العربية، وزي ما احنا شايفين يعني الشارع هو اللي هيحكم وإرادة الناس هي اللي هتحكم، احنا قلنا لازم يكون لينا دور في الحراك السياسي الدائر في برلمان 2020 القادم. وقلنا يا جماعة اللي عنده الجراءة واللي عنده المقدرة ان هو يجي ونسأله ويعرض برنامجه الانتخابي، احنا بابنا دايما مفتوح لكل اللي محتاجنا وكل اللي عايز يوصل صوته لأهل دايرته بكل مصداقية وبكل شفافية وبكل حيادية. النهاردة انا معايا نائب بسيط، يعني أهل دايرته بيقولوا نائب الغلابة وصوت الغلابة وصوت الشباب. أنا شخصيا لما اتكلمت معاه قبل الهوى لقيته أنه هو حد بسيط، حد نفسه يقدم خدمة لأهل دايرته وأهل بلده، ما كانش عنده الفكرة أو ما كانش عنده الطموح قد كده، إلا أن يعني كل اللي حواليه وكل معارفه وأقاربه هم اللي شجعوه على أنه هو ياخد الخطوة دي، لأنه هو بالفعل متواجد في دايرته، متواجد في الشارع مع الناس بيقدم خدماته، إلا أنه بدأ ياخد الخطوة دي علشان يبقى فيه شرعية وعلشان يبقى فيه أداة ووسيلة يقدر أنه هو يوصل صوتهم لأعلى المناصب وأعلى الجهات الحكومية علشان خدمة دايرته وخدمة أهل دايرته. معايا النهاردة الأستاذ محمود كمال عيد، ده مرشح برلمان 2020 عن دايرة البدرشين والعياط، والنهاردة هيكون في استضافتي هو والأستاذ محمد شاهين عبيد مدير حملته الانتخابية وصديقه. طبعا يعني هو الراجل رجل أعمال وراجل بر وراجل بيساعد الناس وبيشارك في العمل الاجتماعي دايما في العياط وفي البدرشين، وكان عنده الجراءة ان هو يكون معانا النهاردة ويعرض برنامجه الانتخابي ويكون صوت، او احنا نكون صوت نوصل برنامجه ونوصل اراءه ونوصل فكره لكل اهل دايرته ولكل الناس اللي بيشوفونا وكل متابعينا في برنامج سيادة النائب. نطلع فاصل ونشوف السي في بتاع المرشح اللي معانا ونرجع تاني، خليكم معانا. انا محمود كمال عيد، حاصل على مؤهل متوسط، سني 39 سنة. انا قررت ان اخوض العمل السياسي في برلمان مصر 2020. السبب في خوض الانتخابات هو خدمة الناس في المقام الأول والأخير. ما عنديش أي تطلعات أو منفعة شخصية، زي ما قلت الهدف الرئيسي هو خدمة الناس في المقام الأول والأخير. نشاطي في التجارة والأعمال الحرة هو خدمة إنشاء محطات وقود، ماليش أي مصالح أو خدمات مع الدولة غير مصالح الناس. دايرة البدرشين والعياط دايرة مهملة، المحافظة ما بتفكرش غير في المهندسين والدقي والجيزة، لكن دايرة البدرشين والعياط دير المحافظة دايرة مهملة. دورنا احنا كمرشحين نحاول نقدم خدمات ونساعد الناس. على بركة الله نويت أرشح نفسي في برلمان مصر 2020 لخدمة الناس الغلابة. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا يعني المرشح اللي معانا النهارده وطريقته في القاء في السي في قد ايه هو بسيط، قد ايه هو قريب
من الشارع لامس قلوب الناس، يعني شبه اللي موجودين في الشارع، دي حقيقة. النهاردة أنا في استضافتي الأستاذ محمود كمال رجل الأعمال ومرشح دايرة البدرشين والعياط. أهلا بك منورنا أستاذ محمود النهاردة بيك. في البرنامج ومعايا الأستاذ محمد شاهين عبيد مدير الحملة الانتخابية للمرشح وصديقه اللي أنا عرفته طبعا. أنت مش مدير حملة بس طبعا. يعني طبعا. ربنا يديم المحبة، وخلونا ندخل على طول كده في البرنامج الانتخابي يا أستاذ محمود، عشان يعني إيه، أنا عشان أكون صريح، أنا محدش بيجي هنا وبيكون في حاجة بعيد عن المصداقية والشفافية، تمام؟ طبعا. حضرتك لما كلمتني وقلتلي أنا عندي الجراءة إن أنا أعرض برنامجي الانتخابي وأعرض أفكاري عندك في البرنامج، أنا قلت لك اتفضل. تمام. أنا عامل البرنامج عشان الناس تبقى شايفة كل حاجة قدام عينيها. تمام. أنت اللي اتكلمت وقلت أنا عايز أعرض برنامج الانتخابي. تمام. الاول بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقك لما فيه الصالح، ويعني وخدمه الناس وخدمه اهاليك وخدمه دايره العياط او البدرشين والعياط. استاذ محمود، يعني في البدايه خالص كده، الدوافع اللي خلتك تروح للحته دي، انت يعني قلت لي ان انت رجل اعمال وليك مصالحك وليك شغلك بعيد عن الدوله، يعني ما فيش وجه استفاده ما بينك وما بين الدولة عشان تدخل برلمان او تحصل على حصانة، انما ايه الدوافع بقى؟ ايه الدوافع اللي ودتك في الحتة دي؟ والله يا استاذ سيد، انا موجود لخدمة اهل الدايرة. تمام. و يعني لقيت نفسي ان انا ابقى متواجد دايما مع الناس في الشارع. تمام. فهم بفضل الله سبحانه وتعالى عرضوا عليا وربنا اكرمني وقدرت اقول اقود الحمله الانتخابيه. يعني الفكره مش نابعه من جواك انت شخصيا؟ لا 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 لا. طب قول لي يعني الفكره دي جت ازاي؟ جت بتواجد الناس، كن يعني كذا صاحب وكذا فرد عرض عليا الفكره، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرت ان انا افكر وبدات اسال اصحابي ومعارفي وقدرت ان انا اقود وانطلق، وقلت على توكلت على الله. تمام. طيب يعني برضو خليني في حته، ازاي الناس هم اللي اجبروك او هم اللي قالوا لك لا انت محتاج شرعيه عشان تخدم اكتر؟ متواجد في الشارع باستمرار، متواجد لخدمتهم. متواجد باستمرار في الشارع ومتواجد لخدمتهم. يعني انت عايز تقول لي ان انت متواجد لخدمه اهالي دايره البدرشين والعياط؟ تمام. تمام. طيب انت متواجد عشان بعد كده تستغل التواجد ده في دخولك وحصولك على البرلمان؟ ما عنديش اي مصالح شخصيه. ما عنديش اي مصالح شخصيه. احنا هنا في شفافيه، يعني احنا اي مصالح. ما تزعلش مني في الكلام. لا لا لا، ما عنديش اي مصالح شخصيه، ومعروف في العيا كلها ان انا ما عنديش اي مصالح شخصيه. يعني اللي معروف ان الناس لما بيكون عندها حاجه زي كده، تمام، او اللي بيعمل مصلحه هو بيبقى ليه هدف بعد كده. بفضل الله انا 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 متواجد دايما مع الناس، ودايما بيطلبوني ليل قبل النهار ببقى متواجد. تمام. وما عنديش اي مصالح شخصيه، ان انا راجل بسيط جدا، متواجد مع الناس، قاعد متواجد في العياط، ما بتنقلش من العياط، متواجد دايما، اي مشكله بقدر احلها بحلها. ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. لا. بعد كده الكلام هيتغير. لا 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 الحمد لله. لا الحمد لله. ده عشان الناس اللي متابعينا وعشان اهالينا. هو الموضوع مختلف، بس بالنسبه للحاج محمود هو متواجد دايما طبعا في المدينه ومدينه العياط والبدرشين. تمام. وعلاقاته تقريبا متواصله بالسواء، احنا عندنا طبعا شرق وغرب ونجوع كبيره الدايره، كبيره والبدرشين ما شاء الله كبيره. فعندنا مشاكل كتير، يعني سواء مشاكل في طرق، مشاكل في صحه، مشاكل في ميه جوفيه، عندنا الموضوع كبير قوي جدا، كبير جدا. تمام. فطبعا عشان حد يعرف يتدخل ويقدر يعمل حاجه مثلا لازم يكون معاه شرعيه، يعني ان انا اروح بنفسي ايوه طبعا طبعا. دي بتفرق كتير. طبعا والدور الرقابي، يعني أكيد. يعني أكيد. مثلا في دور رقابي انا اقدر اقف بدور رقابي، غير لما اروح كفرد كمواطن عادي
اولا طبعا مش هلاقي حاجه يعني مش ما حدش مش هلاقي استجابه سواء من تمام. سواء تمام. محافظه او وحده طبعا مش عايزين نذكر اسامي يعني. طبعا الشرعيه والحصانه والمكانه ووجودك كنائب في البرلمان بيديك صلاحيات اعلى من كونك مواطن صلاحيات دي حقيقه. بصراحه احنا مشاكلنا كتير يعني انا مش عايز برضو طبعا اطرح موضوع المشاكل مشاكلنا كتير جدا 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 فوق ما تتخيل اكيد يعني. اكيد يعني دايما دي للمحافظه دايما مهمش حضرتك ودايماً اي عربيه خدمات. اي عربيه هتطلع من الجيزه العياط هتشوف المشاكل اللي بنفسها ما يحسش بالغلبان ما يحسش بالغلبان قد اللي منه قال متواجد تمام ما صعبه ان حد يحس باي واحد بعيد عنه يعني مثلا انا 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 كفرد من العياط او البدرشين متواجد 24 ساعه ما فيش زي بعضه يعني كل حاجه حاسسها بيهم قاعد في وسطيهم حاسس بكل حاجه حاسس بال ما هو يا اسمح محمود يعني الناس بتقول كده واول ما بتتعامل واول ما ربنا بيكرمه ما بنشوفوش لا يعني ما أنا عشان اكون صريح عشان كده انا اعلنت الترشح عشان انا في وسطيهم وقاعد في وسطيهم عشان كده انا اعلنت عشان بجد يعني ما فيش يعني انت مقرك الاساسي في العياط في العياط ومفيش حاجه في القاهره احنا بنروح لها لا 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 الحمد لله هو مقر الاساسي في العياط يعني انا ما بقعدش في انا نفسي كشخصيا ما بقعدش في مدينه العياط او مدينه البدرشين اقدم يعني اكذب عليك يعني تمام. انا كل شغل بره دايرتي بصراحه تمام يعني ده وعد منك ده وعد قدام الناس وعد وربنا لو ربنا كرمك مفيش تخلي على الناس ومفيش بعد عن الناس تخلي عن الراجل البسيط او الغلبان او اي بني ادم يطلبني انا موجود متواجد 24 ساعه وده حضرتك حصل بالفعل كتير طبعا يعني تمام كمواقف كتير جدا 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 يعني فطبعا كان مشاكل المطر والسيول والكورونا وكان عندنا شويه مشاكل كتار جدا يعني هنتناولها بالتفصيل دي بس انا عايز اسال الاستاذ محمود الاول استاذ محمود انت يعني كان لينا تجربه قبل كده في خوض الانتخابات لا 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 دي اول تجربه اخدها دي اول تجربه اخدها يعني دي اول مره تترشح دي اول مره اترشح فيها يعني انت جريء شويه جريء حبتين والثقه دي جايبها منين من الناس جايبها من الناس والله من الناس فعلا بجد هي من الناس يعني انا ما كذا واحد يعني مش كذا واحد يعني انا يعني من ساعه ما اعلنت الترشح لحد وقتنا هذا كذا بلد حواليا بتطلبني يعني بالاسم يعني بتطلبني يعني اللي شفته منهم بجد كراجل بسيط او كراجل متواجد معاهم 24 ساعه الحمد لله بفضل الله كل يوم يعني بيديني جراءه اكتر واكتر يعني بيديني جراءه للشارع اكتر واكتر اللي بشوفه بجد من الكوره اللي حوالينا ومدينه العياط يعني بيديني جراءه اكتر واكتر ان انا استمر وان انا استمر والله بتدعمني بكل قوتها بكل قوتها يعني الناس دي من بعيد ولا الناس دي قرايبك ولا الناس والله دي في يعني ناس والله في ناس معرفها والله في ناس بتتصل عليا بتجيب ارقام تليفوني النهارده كذا شخص من كذا قريه طيب. اتصل عليا وكلمني ان انا ان هو يجي ومعاه اشخاص ويجي يقعد معايا في المقر ده اللي حصل طيب. والله احنا معانا تليفون معانا مين معانا يا جماعه التليفون معانا الاستاذ رجب بحور المحامي استاذ رجب الو مساء الخير يا السيد استاذ رجب ازاي حضرتك مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم ازاي حضرتك اتفضل ازاي حضرتك احنا متابعين البرنامج بتاع حضرتك على طول يا رب يخليك شكرا وخاصه برنامج سياده النائب في الايام بتاع الانتخابات مجلس النواب اللي احنا داخلين عليها دي استاذ رجب حضرتك محامي ان شاء الله يا باشا طيب يعني استاذ رجب بعيد عن 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 المجال بتاعنا وبعيد عن الكلام النهارده بما ان حضرتك راجل قانون انا حابب اعرف راي حضرتك في موضوع ان المرشح يكون شكل الاهالي يكون قريب مرشح. منهم يكون بيعبر عنهم ده افضل ولا لما يكون نائب صاحب سلطه سلطة ذاتية بعيد عن الحصانة وبعيد عن البرلمان تمام هو سؤال الأول أنا برحب بالضيوف اللي مع حضرتك في الاستوديو اللي ما عرفهمش مين تفضل معايا الأستاذ محمود كمال عيد أنا من قرية كفر حميد التابعة لمركز العياط محافظة الجيزة تمام عندنا الدائرة بتاعتنا المركزية العياط والبدرشين الدائرة بتاعتنا بتشمل مركزية العياط والبدرشين تمام يا فندم انا معايا الاستاذ محمود كمال عيد ده مرشح عن دايره البدرشين والعياط اهلا وسهلا الاستاذ محمود من الناس الكويسه واللي عايزه تشتغل وعايزه تعمل حاجه للبلد
تمام. وانا طبعا زي ما قلت لحضرتك من قريه كفر حميد، مش قاعد في العياط المدينه، هو تقريبا من عياط المدينه البندر، بس سمعت ان هو بدا يعمل خطوات ايجابيه. مظبوط. في الصالح العام. يعني هو متواجد على الارض فعلا زي ما بيقول كده؟ اه متواجد فعلا. انا لسه حتى النهارده بالصدفه حد قال لي ده عمل عندنا شغل في المقابر. في ايه يا فندم؟ عمل شغل كويس في المقابر. بالنسبه للاعمال الخيريه. وبيساعد الفقراء. تمام. وعامل شغل حلو وسط الناس وله شعبيه كبيره، وربنا يوفقه يا رب. يا رب. شكرا. ده بعيد عن الانتخابات. ده بقى لا. شكرا شكرا استاذ رجب. شكرا استاذ رجب. يعني طب ما بحب بس إيه ما بحبش اتكلم في حاجات الخيريه بالذات زي بعض. طيب لا يعني احنا نشوف بس نعرف يعني. يعني هو الراجل بيتكلم بالظبط. هو حضرتك هو مش عايز يستغل الموضوع ان هو حاجه خيريه بيعملها، مش عايز يدخلها في موضوع الحاجات دي، مش عايز يعملها ان هي ك يعني كدعايه. انا ما اتكلمتش في حاجه والله. ده الراجل اللي بيتكلم بالزبط. يعني الراجل اللي بيتكلم انا ما اتكلمتش في حاجه. يعني زي ما تحب. احنا قلنا كله هيبقى على المكشوف زي ما اتكلمنا. فاهمني؟ مش حابب تتكلم في الحته دي، انا ما عنديش مشكله. هو يا جماعه مش حابب يتكلم في الجانب الخير اللي بيعمله، وهو يعني كان نوه لي على حاجه زي كده ان هو بيقول لي دي حاجه بيني وبين ربنا، انا مش حابب استغلها في دعايه انتخابيه. يعني خلينا نكمل. طيب استاذ محمد، يعني بما ان انت حضرتك يعني اللي انا عرفته برضو ان انت مش مدير الحمله، انت متطوع كمدير حمله، وان انت صديق للاستاذ محمود بالزبط. وربنا يديم عليكم المحبه وبالتوفيق ان شاء الله. بس بما ان حضرتك مدير الحمله، انا برضو كنت حابب اعرف وسائل التواصل. تمام. يعني بتستغلوا ايه في وسائل التواصل مع اهل الدايره؟ هو طبعا بالنسبه للحاج محمود يعني اول وسيله تواصل، لان هو طبعا السوشيال ميديا اكيد كله شغال. طبعا طبعا هي دي او ايا يعني كان المجموعات سمه العصر يعني بالظبط. بس هو الحاج محمود عموما معتمد على موضوع ان هو موجود بشخصه، يعني ليه مقره حتى مكان شغله. ايوه بس يا استاذ محمد الدايره كبيره، يعني موجود بشخصه في احنا بنتكلم من العياط تقريبا 39 قريه، والبدرجين تقريبا نقول زيهم بالزبط. غير القفور وغير النجوع، مش هياخد وقت كل الوقت دوت في لا انت حضرتك مده الانتخابات نفسها طبعا صغيره جدا، ان هو يلف او هيروح بنفسه الموضوع صعب. الموضوع صعب جدا يعني كبيره. فهو محطوط له يعني ستيب، يعني خطوات هيشتغل عليها الفتره ان شاء الله خلال الشهر اللي جاي ده. تمام. ان هو يتواجد بنفسه. السوشيال ميديا معروفه طبعا اكتر حاجه الشباب لحد مثلا سن 30 سنه تقريبا اكترهم ماسك التليفون 24 ساعه ومتابع. فوق كده في اكبر من كده ناس سنا مش هتواصل، عمره ما لا يعرف واتساب ولا يعرف فيسبوك. كتير من اهالينا مش ولا هيعرف يقعد. هو عايز الشخص نفسه يعني اكيد. هو عايز طبعا. ده في ناس شغاله معانا على الموضوع ده، في ناس كتير من الشباب عاملين مجموعات من الشباب متطوعين مجموعين عاملين مجاميع بالظبط، وبيحددوا ايام معينه بيكونوا موجودين فيها في المراكز والقرى. طيب انا معايا تليفون برضو، بس معايا مين يا جماعه في التليفون بعد اذنكم؟ الاستاذ محمد احمد من العياط. يعني جالك حد من اهل دايرتك؟ محمد احمد. الاستاذ احمد ازي حضرتك؟ الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد ازي حضرتك؟ استاذ محمد. ايوه مع حضرتك. استاذ محمد احمد من العياط. ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد، احنا سامعينك، اتفضل. انا بقدم الشكر لقناه الصحه والجمال، وبقدم شكر خاص لحضرتك. شكرا يا فندم، ده من ذوقك. شكرا حضرتك. احنا هنا في مدينه العياط يعني بنعاني من ارتفاع نسبه البطاله بين الشباب. تمام. وبتمنى من اي عضو مجلس شعب ان هو يوفر فرص عمل للشباب. تمام اتفضل. من خلال يعني ايه ان هو يحصل لنا على تعهدات من القطاعات الخاصه والعامه لتوفير فرص عمل للشباب اللي موجوده في جميع المجالات. تمام. طيب انت عايز تسال الاستاذ محمود حاجه تانية؟ الاستاذ محمود معاك يعني مرشح في دايره البدرشين والعياط، يعني احنا هنوجه له السؤال بتاع حضرتك برضو. حاجه تانية عايز تسال عنها؟ تمام. لا انا كل الشكر لحضرتك. شكرا يا استاذ محمد. الحاجه الوحيده اللي كنت بتمناها. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا فندم. استاذ محمود يعني قبل ما ادخل في البرنامج الانتخابي خلينا نتكلم في المشكلات. معلش اتفضل. يعني احنا اتفقنا ان احنا البرنامج هيبقى عن حضرتك هتعرف نفسك، السي في اللي اتعرض. تمام. وبعد كده هنشوف
يعني احنا هنكمل الاسئله العامه بس يعني ما دام جالنا اتصال في المشكلات فخلينا نتكلم بالزبط شويه بالزبط. في المشاكل بتاع البدرشان والعياط. اتفضل. اول مشكله عندنا هي مشكله البطاله. تمام. مشكله البطاله ومشكله قله فرص العمل، بما ان احنا برضو بنتكلم في ان احنا زيل المحافظه ودايما مهمش ودايما الخدمات بسيطه ودايما 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 ودايما. عندك ايه في دي؟ والله بالنسبه لل اهم حاجه البرامج خاصه بالتعليم الالكتروني بسبب التكنولوجيا دي، احنا حضرتك بنفكر فيها ان احنا نعمل مدارس خاصه بالنسبه لحركه للتعليم تمام. بالنسبه للمستشفيات عندنا اهتمام بصحه المواطن. تمام. طيب يعني المشكلات دي كلها انا هناقشها مع حضرتك واحده واحده. تمام. تمام. انما خلينا في حته عشان نرد على الاستاذ محمد اللي كان معانا وحته البطاله. طيب. انت بتقول لي ان انت رجل اعمال وليك معارفك وليك علاقاتك. طيب تقدر تستغل ده في ايه؟ هنستغلها في المنطقه الصناعيه اللي عندنا. احنا عندنا منطقه صناعيه يعني ما عندناش اي شركات في البدرشين او العياط. احنا ممكن باصحابي ورجال الاعمال نعمل شركات في العياط. تمام. في المنطقة نستغل الظهير الصحراوي في البدرشين والعياط. نستغله وما عندناش يعني لو اتعرض علينا احنا ما عندناش اي مشكله. يعني احنا لو اتعرض علينا او يعني احنا طلبنا من كذا جهه ان احنا نعمل كذا شركه في الظهير الصحراوي. حضرتك بالنسبه للبرنامج الانتخابي بتاعنا احنا حاطين من ضمن الدوافع يعني الموضوع البطاله، طبعا حاطينه يعني ده رقم واحد. بالظبط ده رقم واحد. فهو حركه وكل حاجه ولها اسباب ولها طرق حل. اكيد اكيد. من ضمن الاسباب بتاع البطاله عندنا في مدينه البدرشين والعياط مركز العياط مركز البدرشين موضوع قله المصانع. تمام. احنا طبعا المشكله ان احنا عايشين على شريط واحد بتاع النيل، مفيش مساحات نعمل مصانع كبيره. تمام. طيب ما نستغل بقى ما نستغل زي انا مواطن عادي، دخلت الدوله وانا ما عنديش اي شرعيه ان انا استغل. انا يعني لو عرضنا مشاريعنا، احنا عندنا مشاريع وعرضناها تقابلنا عقوبات كتير. يعني هتقابلنا كتير احنا ما عندناش اي شرعيه ان انا اقدر اعمل مصنع كبير في منطقه مثلا زي الظهير الصحراوي للعياط او البدرشين. عايز مصنع كبير، عايز عندي مستثمرين عايز ادخلهم مصر، عايز عندي احنا نفسنا كمجموعه شباب في العياط والبدرشين المفروض بنعمل جمعيات اهليه وبنعمل مصانع بنعمل حاجه. ما عنديش، الموضوع معقد جدا. حضرتك تقصد الروتين في الاجراءات. بالظبط. اكيد. تمام. انما احنا عندنا حد هو حابب يجي يستثمر موجود في الظهير الصحراوي والبدرشين والعياط. كتير جدا موجود وحاليا موجود. أنا عندي وعرضين يعني هو ده هيفتح فرص عمل كتير. موجودين يعني بس هيفتح فرص عمل انا كتير. عندي حركة مجموعه مستثمرين وفي دماغهم شغل ضخم جدا. تمام. طبعا خاص بالتعليم اول شيء، طبعا لان التعليم والصحه دول رقم واحد. انتوا تقريبا شغالين في المدارس الخاصه وشغالين في المحطات الوقود ملاعب وحاجات من كده، صح كده؟ انا حركه مدير تنفيذي لشركه كبيره مساهمه مصريه، وعندي مدرسه خاصه لغات ما شاء الله. احنا ما عندناش مدرسه. لا ما عندناش لا العياط ولا البدرشين. برضه هقول لحضرتك برضه من ضمن اسبابها برضه موضوع التخصيص. على الله. يعني احنا عندنا مشاريع جاهزه. تمام. وردي لو كنت عايز حركة، بس طبعا ما كانش في وقت ان انا ادي الحركة ديت عليها. تمام. عندي مشاريع لمدارس لغات في مدينه العياط ومدينه البدرشين. ويمكن عامل مخططاتهم وشغلهم، والموضوع احنا بنديله 3-4 سنين 5 سنين بسبب الروتين والاجراءات. ما انا مواطن عادي يعني في الاخر، انا مواطن عادي. اكيد الموضوع بيفرق من مواطن عادي لنائب في البرلمان. بس عايز اقول برضو حاجه يعني حركة الشخصي انا ما باخدهاش لي انا. او هو الحاج محمود ما بيعملهاش لي هو. تمام. المدرسه دي حركه، انت بتعمل مدرسه، انت عندك كميه طلبه لغات في مركز البدرشين كبيره جدا. تمام. والعياط نفس الموضوع، حضرتك بيركبوا 45 دقيقه و50 دقيقه و60 دقيقه واكتر من كده كمان عشان يوصل مدرسته. يعني الطالب على ما يوصل اصلا بيكون هيليك، يعني جسده نفسه هيليك ان هو يقدر يكمل. اكيد هو اليوم بتاعه خلص. ويستوعب بالذات اليوم بتاعه خلص. بالظبط. على حسب بقى كمان اللغات بتاعته او حسب اللغه اللي بيدرسه، مش هيستوعب مخه، مش هيستوعب من الطريق والعربيات والبهدله وحركه، يعني مسافه كبيره جدا جدا جدا. لا والطرق عندنا ما شاء الله. بالظبط. لا موضوع الطرق ده قصه. الطرق عندنا ما شاء الله. عندنا ظهير صحراوي ممكن نستغله، بس اجيب موافقات ازاي؟
واحنا مواطنين عاديين. يعني اقول لك اه ماشي انا جمعت مثلا 10 شباب 15 واحد وابتدينا اه نقدر نعمل مدرسه. طيب آه اجري بقى ورا الموافقات. الاقي مثلا واحد يقول لي سنتين ثلاثه اربعه خمسه. طيب مين؟ طب انا هستثمر، انا معايا مبلغ صغير على قدي وانت والحاج محمود واخواتي وقرايبي على حسب يعني، وجمعنا مبلغ. تمام. هقعد مثلا خمس سنين عشان عشان يكون خلص. يكون خلص. انا خلص المبلغ قبل ما اعرضه طوبه. حسبه تجاريه يعني. يكون خلص. فلا طبعا بفضل ان اشتغل بيهم في حاجه سريعه اعيش منها وخلاص. تمام. استاذ محمود التمويل بتاع الحمله بتاعتك. والله بتعتمد على تمويل منين؟ بعتمد على تمويل شخصي مني والشباب على فكره متبرعه جدا، واهل العياط على فكره يعني كل شخص فيهم متبرع بحاجه يعني. تمام. كلهم متبرعين. اللي متبرع باليوفا بقى واللي متبرع بالعربيات كلهم هم هي أبو أبو هي عمليه مش يعني انا راجل هم اللي اقترحوا هم اللي اتبرعوا بكل حاجه. انا بالنسبه لي انا كشخص يعني يعتبر ابسط من الوساطه يعني يقولوا ايه. تمام. انا حسيت كده يا استاذ محمود، بس انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه. اتفضل. تمام. لو ما حصلش نصيب وخسرت في الانتخابات ما هتسيب الناس؟ يعني خلينا اكمل. اتفضل. لو خسرت في الانتخابات اتفضل هتسيب الناس؟ انا عمري ما هسيب الناس. والفكره نفسها هتطلع من دماغك؟ لا، بالنسبه للناس انا متواجد مع الناس سواء خسرت او كسبت. عمري ما فكرت لان انا اترشح او ما اترشح. انا دايما في خدمه الناس قبل الترشح، ولو خسرت بفضل في خدمه الناس. بالظبط. تمام. انت خلي بالك انت على الهوا. والله الكلام ده كل اللي انت يعني كل الناس اللي انت بتشوفها انا كلامي اتحاسب بيه قدام اهلي وقدام ناس. قول لي يعني في حد كان كلمني بيقول لي ده كل ما يقعد مع حد يقول له ما تجينيش في مصلحه على المصالح الشخصيه او في مصلحه شخصيه، صح كده؟ طب انا ايه بقى الفكره يعني؟ يعني حد احتاج منك مصلحه شخصيه يعني؟ انا نفسي بجد اشتغل في المصالح اللي هي العامه. نفسي اخلي مركز رعاه البدرشين يعني بجد يبقى الدنيا كلها تحلب بيهم. يعني نفسي اخدم اهلي وناسي اللي هم مهمشين، اللي هم زي بعض احنا بعيد عن الخريطه. احنا بجد بعيد عن الخريطه خالص. فعشان كده انا اتطوعت وترشحت والله عشان اقدر اخدم الناس بكل قوه وبكل عزيمه. مفيش رأي. طيب يعني خلينا هنكمل، بس معانا تليفون تاني. معايا الاستاذ مختار. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل استاذ مختار. اولا حضرتك انا بشكر قناه الصحه والجمال. شكرا يا فندم. شكرا خاص طبعا لمقدم البرنامج والاستاذ سيد. يا رب يخليك يا فندم. اتفضل. الله يكرمك يا فندم. انا مختار اضوام العياط، وبدعم الحاج محمود كمال جدادي لانه فعلا انسان بسيط جدا، وكلنا بصراحه متوسمين في خير. ربنا يعزك يا استاذ مختار. لانه قاعد متواجد معانا ليل مع نهار وخدوم جدا جدا جدا. يعني الكلام اللي بيقوله الحاج محمود ده مظبوط يا استاذ مختار؟ لا فعلا، هو حضرتك ما ترشحش من فراغ، ده العاد كلها نادت بكده. يعني انا كنت من ضمن الافراد اللي كنت متواجد وبطالبه بالترشح. ده ليه بقى؟ يعني انت شايف في ايه مختلف عن الناس التانية؟ والله هو متواجد في العياط، وراجل خير جدا، وراجل متواضع، وراجل بسيط، وقاعد مع وبيخدم الفقير قبل الغني. تمام. طيب وليه مشاريع كتيره بصراحه، وليه طبعا ربنا كرمه بيعمل حاجات خيريه كتير جدا، وبيساعد اغلب الناس الموجوده في العياط. اي حد بيطلب منه حاجه بيلبيها بصراحه يعني. استاذ مختار يعني ربنا يوفق الاستاذ محمود. انما اقول لي الاستاذ محمود لو ربنا يعني كرمه وحالفه الحظ وبقى عضو في برلمان 2020، انت حضرتك اول حاجه تحب ان هو يعملها، اول قرار ياخده؟ يا ريت اول قرار ياخده بامانه، ان احنا عندنا هنا في مشكله جامده جدا، عدم تواجد شرطه المرافق في العياط. تمام. شوارع العياط بجد ما حدش يعرف يمشي فيها، ومحتاجين طبعا اتوبيسات نقل عام، لان طبعا اغلب العياط ناس موظفين وطلبه خارج في الجامعه والمدرسه واللي موظف هنا وهنا، فطبعا احنا برضو مفتقدين موضوع النقل العام ده. تمام.
ان شاء الله يا دكتور. ومستشفى العياض برضه حضرتك، الصحه عندنا هنتكلم حالا والله، يعني كله موجود يعني ان شاء الله. يعني انا شفت البرنامج الانتخابي بتاعه ما شاء الله، وهنتكلم فيه. شكرا استاذ مختار، شكرا لحضرتك. استاذ محمود، الناس دي قرايبك ولا ايه؟ والله يا عم انا إيه يعني انا انا زي حالتك. طيب ماشي، ما انا يعني احنا اتفقنا اتفقنا عشان ما تزعلش مني. احنا انت قلت انا هاجي، قلت لك هتيجي، هنتكلم بكل صراحه وكل وضوح. تمام. طيب احنا بنتكلم في ان البدرشين والعياط دايره واحده تقريبا، المشاكل واحده تقريبا، الناس بطبيعتها وسجيتها واحده في البدرشين والعياط. طيب خلينا نقول قبل البرنامج الانتخابي اهم المشكلات في البدرشين والعياط. برضو انا حابب اتكلم في البداية عن المستشفيات والصحة. تمام. طيب احنا عملنا ايه في كورونا؟ بما ان انت جاي بتقول لي انا يوميا مع الناس وبساعد الناس، قول لي عملت ايه في ازمة كورونا وفي جائحة كورونا في البدرشين والعياط؟ بكل بساطة وبكل وضوح، فتحت بيتي لأهل دايرتي وناسي، ما تخليتش عن حد. استأذنك، تمام. هو الموضوع ده برضو ما تخليتش عن حد. تمام. الموضوع برضو فيه حاجة خيرية، فهو يعني هو حساس شوية برضو، بس والله ما تخليتش. ماشي، ما احنا عشان الناس تعرف يعني، عشان الناس تعرف. الناس عارف، احنا قلنا كده. الناس عارف. اللي يعرف اللي قريب منك. لا يعني احنا خلينا زي ما بنتكلم. هو مش عايز يستغل الحته الخيريه في الحاجات دي. الناس عارفه يعني زي ما تحب. طب قول لي احنا عملنا ايه في الجانب الصحي؟ في حضرتك في الجانب الصحي. تمام. الجانب الصحي حضرتك طبعا احنا كنا عاملين مجموعه اسمها عون، يمكن حضرتك سمعت عنها. تمام. اكيد اكيد. دي كان مشارك فيها الحاج محمود مشاركه كبيره. تمام. دي كانت بتوفر لناس اللي طبعا عملوا متوقف بسبب كورونا، في ناس كتيره بسبب الحظر وبسبب المرض وبسبب كتير. تمام. كتير في حالات كتيره جدا كانت بتخش عزل، ما تقدرش تقعد ال 15 يوم طبعا اكل وشرب. في ناس احنا عندنا ناس بتشتغل باليوم. اكيد. يعني احنا عندنا ناس فيها احيانا معلش لو ما طلعش يشتغل النهارده معوش فلوس يصرف، يعني معوش فلوس ياكل، مش يعني سوري اللفظ، مش يصرف يعني. تمام. فطبعا كان ده كله محتاج مساعده، يعني مجموعه عون او زي ما بيسموها جماعه عون، او احنا زي ما احنا اتكلمنا. دي مبادره صح كده؟ كانت مبادره. مبادره من شباب العياط. فما شاء الله شباب كتير جدا 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 يعني. تمام. وما شاء الله العياط والبدرشين ما شاء الله عليهم، عملوا كلها رجاله. الله اكبر. عملوا فيها شغل كويس جدا من الناحيه الخيريه. يعني انا كنت متابع شخصيا يعني يمكن من بعيد على حسب مشاكل الشغل يعني، وان انا مش متواجد باستمرار، ان كانوا بيتابعوا الحاله من اول اليوم، من اول يوم عزل. تمام. لحد ما فعلا الحاره تستقر ويعمل مثلا اخر مسحه ويطمن ان هو بقى كويس. ما بيدفعش جنيه الحاله، لان هو اصلا معهوش، هو اصلا مش ما يقدرش. تمام. كان مجموعه الشباب دي انا ممكن والله يمكن شفت بعيني، الناس كانت بتودي الاكل، بتشيل الفضلات بعيد عنك وتحطها في اماكن وتنقلها الاماكن الصحيه مثلا تشيل فيها. كانوا متابعين المجموعه، وكان من ضمنهم طبعا الحاج محمود. ده مجموعه عون. تمام. طبعا الحاجات الثانيه اذا كان هو ساعد بيها او غيره برضه من العياط، عشان ما شاء الله يعني في ناس. ما هو مش عايز يتكلم، انا مش عارف. هي يعني حاجات خيريه. ما هو احنا لازم نبين للناس يعني. انت جاي بتقول لي انا هتكلم، فلازم تبين للناس سواء خيري او مش خيري. ما هي دي حاجه المفروض تتعمل على خاطر الناس. انا اتكلم في اللي هو في المشاكل اللي هي العامه. بالنسبه للحاجات دي، الحاجات دي الناس عارفاها يعني. استاذن حضرتك، هو الناس عارفاها ولا دايره عارفاها؟ الحاجات الخيريه هو محمود عموما عاملها بصفه شخصيه بعيد عن الانتخابات، كان قبل ما يترشح يعني. ما كانش مفكر اصلا هو يخش الانتخابات. طيب انا معايا اتصال تاني معلش. اتفضل. يعني الاستاذ مصطفى من البدرشين، اخيرا جالك حد من البدرشين اهو، لما نشوف بقى يعني. الو استاذ مصطفى. مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا فندم. استاذ سيد، ازي حضرتك؟ ربنا يخلي حضرتك يا فندم، اتفضل. اول شيء انا احب ان اعبر شكري وتقديري لبرنامج سيادتك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، شكرا من ذوقك. تاني شيء احب ان انا اعبر عن تقديري لجرأة المرشح محمود كمال عيد. تمام. ان هي خطوه جريئه. دي حقيقه. ومش اي دي حقيقة. اي حد يقدر ومش اي حد يقدر يوصلها يعني. تمام. طيب استاذ مصطفى، يعني حابب ايه تقول ايه للاستاذ محمود؟ هو حضرتك في اول البرنامج انت ذكرت نقطة مهمة جدا. اتفضل. اللي هي نقطة التواجد. يعني اغلب المرشحين
يعني أثناء دي حقيقة. الدورة الانتخابية وخلاص بيكونوا موجودين، إنما بمجرد إن هما ما فازوا أو العملية الانتخابية تمت أنت ما بتشوفش حضرات حد فيهم. بس إحنا خدنا منه وعد على الهوا. يا باشا ده شيء يعني احنا خدنا منه وعد على الهوا وهو اتعهد قدام الناس وقدام ربنا ان هو ما يتخلاش على الناس حتى لو ما كانش يعني لو ما حلفوش الحظ. غير كده يا باشا في ناس يعني تدخلت مع حضرتك وذكرت النقطه دي ان هو موجود يعني دايما في مدينه رايق. طيب انت حضرتك من البدرشين يا استاذ مصطفى صح كده؟ فالنقطه يعني اللي انا بتمناها ان هو يكون زي ما متواجد في مدينه العياط يكون متواجد عندي برضو في مدينه البدرشين ان شاء الله يا استاذ مصطفى. شكرا استاذ يعني مصطفى. خليني معلش انا هرجع لحضرتك يا استاذ محمد، بس خليني اسال استاذ محمود. يعني انت بتتكلم انت حضرتك مقيم في العياط صح كده؟ طيب البدرشين ظروفها ايه معانا؟ البدرشين وكره البدرشين ظروفها ايه معانا في التواجد؟ يعني احنا دلوقتي بنعمل مؤتمرات في البدرشين، بنعمل يعني اجتماعات، بنتواصل مع الناس في البدرشين، ولا انت مقتصر على مكانك؟ لا 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 بعمل انا ليا اهلي وناسي في البدرشين زي ما ليا اهلي وناسي في العياط. تمام. وبتواجد وان شاء الله باذن الله عندنا يعني كذا كذا مكان هنروحه ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي، فهنبقى متواجدين دايما باستمرار الاسبوع الجاي في البدرشين. ويبقى لنا مقر في البدرشين. الموضوع متعب صح كده؟ متعب جدا. المده صح كده؟ المده برضه المده قصيره والدايره لما اندمجت البدرشين مع العياط يعني الموضوع وسع قوي. وسع بطريقه يعني ربنا الاعلى بقى وربنا يقوينا عشان ده مشوار كبير يعني. قول لي انت بتعمل ايه في يومك العادي بقى؟ يعني سيبك من البرنامج الانتخابي. قول لي انت بتعمل ايه في يومك العادي؟ الموضوع واسع 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 بجد. وكمني اول مره اخد انتخابات، فالموضوع كبير بجد كبير وربنا يقوينا. والمشاكل كتير، المشاكل كتير. طيب جدا. برضو انا هاخد من كلامك حاجه وعايز اعرفها، بما ان انت بتقول لي انا نائب الغلابه وصوت الشباب وصوت الغلابه. طيب الحاجه اللي انت ما بتعرفهاش بصراحه كده، الحاجه اللي ما بعرفهاش يعني مثلا احنا بنتكلم في حته مثلا سياسيه بحته او اقتصاديه بحته او صحيه بحته او كده، بتعمل فيها ايه؟ والله بستشير حد بستعين ولا بستعين بستعين باهل الخبره وبستعين. مش عيب لما انا حاجه ما اعرفهاش. لا مش عيب بستعين كل واحد وليه مجال. يعني المجال كل واحد وليه مجاله بستعين بيه بس ما يعني انا دلوقتي بعمل اجتماعات ولجان داخليه عندك في الحمله عشان بتاخد اراء الناس. تمام. طيب الحاجه اللي في ايدك، الحاجة اللي في ايدك والصلاحية اللي في ايدك او اللي انت بتسعى ليها هنستغلها صح؟ والله ان ما كنتش اهل ثقة للناس ما كانش اختاروني اكيد. يعني ما لو انا ما كنتش اهل ثقة للناس ما كنتش نزلت، او ما كنتش بمعنى اصح ضحيت بكل مجهودي وتعب وشقاية عشان اخدم الناس. لا هو الموضوع متعب. انا نازل ليه؟ انا ما عنديش اي حاجه شخصيه لنفسي. يعني انا الحمد لله يعني لو عليا مكتفي عادي، مكتفي بذاته ومكتفي شخصي وقاعد. اما بجد احنا مهمشين، احنا عندنا في مدينه العياط، انا راجل مدينه العياط اولا، عندنا في مدينه العياط ما فيش حد نزل انتخابات. تمام. يعني المدينه نفسها ما حدش نزل، يعني الناس يعني شفت بقى لدرجه ان احنا عندنا اصلا عياط باكمالها. انت الوحيد اللي مرشح من المدينه العياط. من المدينه نفسها، مش من الدايره بتاعت مش من كتله العياط، من المدينه نفسها. من المدينه نفسها، من المدينه نفسها. تمام. من سكان المدينه. تمام. من سكان المدينه. تمام. طيب يعني استاذ محمد، بما ان حضرتك يعني مدير الحمله واقرب حد الاستاذ محمود، الصعوبات حركة الصعوبات اللي بنقابلها. الصعوبات طبعا كتيره جدا. طبعا سياسيا انت شايف الوضع طبعا الحمد لله في تحسن. تمام. يعني هو داخل على مرحله يعني بنحط طبعا قصه العداله والشفافيه في الانتخابات وفي النتائج. أكيد. دي احنا واثقين فيها يعني. تمام. ثقه عمياء يعني. احنا بنتكلم دلوقتي على الصعوبات بقى كماديه ومعنويه. طبعا اول اصعب شيء موضوع الوقت، يعني المسافه كلها كام شهر وشويه. ده حقيقه. والدايره واسعه زي ما قلنا، انت عندك 60 70 قريه ونجع.
ده اكتر من كده بكتير. يعني ده غير بقى المتداخلين تقريبا 620,000 صوت تقريبا صح كده. يعني بالتقريب كده. فطبعا عشان الحاج محمود يعمل مواعيد مثلا انه يروح للناس دي كلها ويقابلهم فيس تو فيس ويقعد معاهم ويشرح برنامجه. الموضوع صعب جدا دي من اول المعوقات يعني. تمام. من الناحيه الثانيه المعوقات الماديه. تمام. طبعا الحاج محمود يعني معلش يعني اذا كانت برضه مهما كانت امكانياته مش هيقدر يعني يغطي الدائرتين ماديا يعني ما اكذبش عليك. طبعا في اللي بيساعد يعني عندنا شباب بيساعدوا يمكن ما يعني انا عندي شباب مثلا عندي شاب حلو جدا اسمه محمود خليف ده انا بحبه جدا يعني هو واقف بقلبه يعني تخيل يعني حقيقي شغال. في ناس بتبقى انا اسف لمقاطعتك بس حابب اقول الحته دي انا لمستها في الاستاذ محمود. هو حاسس باللي قدامه ده شبهه. هو ده اللي بقول عليه. بقول لحضرتك بيروح شغله 6 صباحا بيرجع 6 مثلا المغرب بيتواجد في المقر. تمام. عشان يساعده باي حاجه عشان يعني عشان يقف معاه بدون مقابل. هو الراجل مش محتاج حاجه. تمام. يعني يمكن انا اقول لك انا يمكن عملت تيست شخصي بينه وبينه كده. لا هو الراجل عايز واقف بضميره واقف بقلبه. وعندي شباب ما شاء الله كتير حاسس ان هو يقدر يعمل له حاجه. بالظبط. حاسس انه بيتكلم على شخص. انا بكلمك على شخص واحد ما شاء الله. من ضمن يعني كره ونجوح حوالينا كلها متواجده. طبعا ده غير عائلات طبعا موضوع العائلات طبعا مش عايزين نتطرق ليه. موضوع العائلات سواء الوعات والبدرشين. تمام. موضوع العائلات والاحزاب ده موضوع تاني يعني. طيب انا عشان وقت البرنامج استاذ محمود يعني المنافسه صعبه جدا 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 يعني. خلينا نتكلم في دايره البدرشين والعياط. انت شخصيا شايف ان المنافسه صعبة ولا ان شاء الله يعني يكون الحظ حليفك؟ ان شاء الله بصوت الغلابة الحظ حليفي. طيب يعني انت نائب الغلابة بس؟ ونائب كل الناس بس. انا نازل عشان الغلابة. انا نازل عشان الغلابة. انا نازل بجد يعني اعمل حاجة للناس. مش نازل بقى اتفشل. يعني انت حابب خدمة الغلابة. الناس خدمة الناس الغلابة بجد. وعايز شرعية في ايدك بس. وعايز امكانيات تعرف تزلل بيها العقبات. وعايز امكانيات حاجة في ايدك تعرف تكسر الحاجز وتكسر الروتين وتكسب وقت وتكسب جهد من شغلك فاهمني لخدمة الناس الغلابة دي. عاوز اعمل لهم حاجة بجد. عاوز اعمل لهم حاجة بجد. تعبانين فعلا. وانا نازل عشان كده بجد. تعبانين. هو في حاجة بس أنا مش هقدر أقول أكتر من كده بجد. تعبانين. في حاجة قلت حضرتك عليها يمكن قبل الهوا. موضوع يعني الناس تقول لك فايز بالانتخابات. يعني إيه فايز بالانتخابات؟ يعني هي حاجة كسبتها مثلا حطيتها في جيبي يعني ولا؟ لا طبعا. لا طبعا. بالعكس ده مسؤولية. دي مسؤولية عليا. دي مسؤولية اللي داخل ونيته شغل. دي مسؤولية عليك ولود عليك. أنا واحد من الناس مثلا شخصيا أنا ما أقدرش أتحملها يعني. أكيد. ظروف وظروف شغلي وظروف بيتي أنا ما أقدرش أتحمل. أيوة ده طبعا لازم في مؤهلات يعني. بالظبط. يعني فهو الموضوع مش موضوع يعني عشان الموضوع ده يمكن قلت لحضرتك قبل الهوا. هو مش جايزة ولا فزت ولا كسبت. يعني بسمع كلمة كسبت الانتخابات طبعا انا مش مكسب ولا هي الكلام ده كله. ده هي مسؤولية في واللي يقدر يكمل من الدرجة الأولى كمان يعني. واللي يقدر يكمل. يعني أنا سعدت بلقائك أستاذ محمود. ربنا يعزك. والأستاذ محمد شرفتوني النهاردة في برنامج سيادة النائب. وحقيقي أنت كنت جريء زي ما الناس قالت كده وكنت صريح. رمز النمر. رمز النمر ما شاء الله. رمز النمر ده إيه بقى؟ عشان يعني عشان نختم قوة. رمز النمر قوة بالناس الغلابة برضو. بالناس الغلابة برضو. بالتوفيق يا أستاذ محمود إن شاء الله. شرفتني إن شاء الله. وبالتوفيق. أحبائي الكرام دمتم في أمان الله. كان معكم سيد يوسف.